ساره قلتي لي في الفاصل، ودي الكواليس الحلوه بقى، قلتي لي ان قبل مباراه السنغال جالكوا فيديو تحفيزي، احكي لي عن الفيديو ده، هسيبك انت تحكي بقى. هو كان فيديو من لعيبة الرجال يعني، كابتن احمد الاحمر، كابتن كريم هنداوي، وكابتن لوكا، كذا حد يعني عشان ما ننساش حد، مش عايزه انسى حد، وكابتن بقول حسين لك ايه، زكي. انت في الملعب، بقول لك ايه يعني، حاجه ما تهرجيش بقى واكله الدنيا، انا عايزه الصوت يعلى كده. بس فكلموا معانا وقالوا لنا ان احنا ان شاء الله يعني نكسب ونعمل اللي علينا لاخر وقت، وايا كانت النتيجه يعني هم فخورين بينا. فبجد كله اتبسط وكله حاسس ان احنا الناس دي واثقه فينا جدا، وناس فرق بقى معاكم الفيديو ده ازاي يا ساره؟ فرق معانا جدا يعني، احنا شايفينهم توب في كل حاجه، فلما يتكلموا معانا دي حاجه بالنسبه لنا كبيره، ف بالذات ان احنا بقى كله اعمار صغيره، فدول الناس الخبره وكله بقى ما صدق يعني ان حد ان هم يحفزونا، فبسطنا جدا. احنا طول الوقت بنقول عليهم صناع السعادة، وهم ما وصلوش للي هم فيه دلوقتي، يبقوا رابع اولمبيات وسابع عالم وابطال افريقيا لمرتين على التوالي، منهم نسخة كانت في تونس، انت عارفة ان احنا لما كسبنا نسخة 2020 كان اول مرة نكسب تونس في تونس تونس بالظبط، دي لاول مرة في التاريخ. فبالتالي هما كل ده يعني، انا بقول هما بقالهم بس عشان يقفلوا اللعبة يعني، ان هما ان شاء الله في كأس العالم اللي جاي خلاص بقى يدخلوا دور الأربعة، إن شاء الله. وأنا بشوف إن هم يستاهلوا ده وعن جدارة، فإن هم يحفزوكم ويبقوا في ظهركم ده أكيد فرق معاكم بشكل كبير.